بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم وأوقاتكم أينما كنتم خلف الشاشات، شاشات الثقافية السعودية. نأتيكم اليوم في مساء ثقافي عبر ندوة ثقافية تحت عنوان ثورة المواقع الاجتماعية المعاصرة. نأتيكم هنا من مقر العبيكان للنشر في معرض الرياض الدوري للكتاب لعام 2014 في أحد أهم أيامه. نتزامن معكم في العبيكان للنشر بإقامة ندوة مع عمالقة ونخبة من المثقفين والمؤلفين والمهتمين بالنشر الرقمي والنوعي على شقيه الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني. سنكون معكم على ساعة كاملة في ندوة فكرية ثقافية على خلفية أعمال هذا المعرض المتميز لهذا العام الذي تقيمه وزارة الثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية. يشاركنا في هذا المساء زميلي الأول عن يميني الدكتور عبد الله المغلوث، الباحث في الإعلام الرقمي والكاتب الصحفي. حياك الله دكتور عبد الله. الله يحييك، سعادتي أكبر وجودي مع هذه النخبة المتميزة. الله يخليك دكتور عبد الله. أيضا يشاركنا الأستاذ محمد الفريح حول إشراك القارئ في اختيار المنتج وهو مدير النشر في العبيكان النشر. مساك الله بالخير أستاذ محمد. الله يسعد قيامك. أيضا يشاركنا زميلنا الأستاذ عبد الرحمن بن حمود القرني، الرئيس التنفيذي لشركة المحتوى العربي. مساك الله بالخير أستاذ محمد. مساك الله بالنور أخ محمد، سعيد بحضورنا معكم وإدارة الندوة وتواجدي مع قامات كبيرة الدكتور عبد الله. المؤلفات الجميلة اللي يعني نشربها مثل الماء ونقرأها كما يشرب الماء البارد. وعراب النشر الحديث الأستاذ محمد الفريح، وشاكرين العبيكان حقيقة على هذه المبادرة. نتمنى إن شاء الله نضيف شيء مع العمالقة بحضورك. جميل. طبعا مشاهدينا نشرككم أيضا في آلية إدارتنا للحوار في هذه الندوة. سأتيح لكل من ضيوفي هنا في الاستوديو جزء من الوقت لطرح محور هام من وجهة نظري هو، وأيضا سنعرج عليه من خلال نقاشنا، ثم يشاركنا الحضور من الضيوف حول المحاولة سنطرحها. أستاذ محمد خلني أبدأ من عندك. احنا نبغى ندردش اليوم دردشة ثقافية وبلغة بيضاء عشان ما تزعلوا علينا، لأنكم يعني إذا صرنا احنا مع مؤلفين نخاف بالذات احنا مذيعين من طرح اي مصطلح يصير الضوء علينا. استاذ محمد يعني خلينا نبدا بدايه على الاقل اليوم في ثوره المواقع الاجتماعيه المعاصره. لابد هذا النشر اللي قاعد يصير في مواقع الاجتماعيه الا ما منه مزامنه من الناشرين حول انهم يشركون معاهم القارئ او الناشر او المؤلف ايا كان ايا كانت فئه سنه في هذا الاهتمام. تعليقك يا استاذ محمد. والله صحيح، يعني الكلام اللي ذكرته يعني هو ينطبق بالفعل، يعني انه النشر يعني تخلى عن المرحله التقليديه في طريقه النشر وبدا يواكب الطرق الجديده في نشر المحتوى. العصر في النشر هو نشر معلومات، صحيح، ووسائل التواصل الاجتماعي هي تنشر معلومات، صحيح. المحتوى واحد والوسيله تغيرت. يجب الناشرين يعني يجب ان يتزامنوا مع طرق عرض المنتج، كانت الإذاعة ثم التلفزيون ثم الصحافة ثم وسائل التراسل البسيطة ثم الثورة الكاملة. فأنا أتفق مع ما طرحته. جميل. أيضا دكتور عبد الله اليوم يعني أنت كباحث في الإعلام الرقمي، حجم المواقع الاجتماعية في الإعلام الرقمي كحجم وتعليقك على انتشار الناس وميولهم له أكثر من الإعلام التقليدي. طبعا الإعلام الرقمي أو الإعلام الاجتماعي إعلام حديث ومتسارع، يعني يوميا نشاهد مواقع جديدة، منصات إلكترونية جديدة، ولها كل منصة لها خواصها المحددة والتي يبرع فيها أشخاص ولا ينجح آخرين. وتجد هذه المواقع، خلينا نتكلم عن نشوء هذه المواقع بدايتها. واجهت هذه المواقع في البداية زي أي شيء جديد مقاومة شديدة من الإعلام التقليدي. مثلا بي بي سي، شبكة البي بي سي، الشبكة العريقة، المحافظة في الإعلام التقليدي كانت تمنع محرريها من التواجد في المنصات الإلكترونية وتحديدا في التدوين البلوجينج. فكانت يعني يستخدمون سلطتهم، يعني سلطتهم، لأنهم يعتقدون أن بقيام هؤلاء المحررين بالتواجد في هذه المنصات حيشتت فكرهم وحيتراجع أدائهم ومهنيتهم. ولكن بعد خلال سنتين أو ثلاثة من هذا المنع وهذا المقاومة، الآن تشترط البي بي سي على كل محرر أن يملك بلوج أو مدونة خاصة، لأنها تعتقد أن المدونة هذه تضيف
وتكون جسر وتكون مادة تكاملية للمادة التي يطرحها سواء على الشاشة أو على الموقع الإلكتروني أو على الإذاعة. يعني موقف المنظمة 180 درجة انقلب تماما. نعم. فدائما هذا يعكس لنا أنه إحنا دائما يعني نتعامل مع أي شيء جديد بريبة وخوف وتوجس، ثم ينقلب هذا التوجس إلى شيء اعتيادي، ثم يصبح شيء مطلوب وضروري. وهذا ما يحدث الآن في الإعلام الرقمي. طبعا الآن تخصص الإعلام تحديدا تخصص أصبح من التخصصات المتشعبة. في السابق كنا ندرس الإعلام ماس كوميونيكيشن أو جورناليزم، يعني صحافة، نعم، صحافة أو اتصال أو جماهيري. نعم. الآن لابد الدارس لتخصص الإعلام الرقمي لابد أن يدرس أربع تخصصات، اللي هي تخصص الصحافة، تخصص الاتصال الجماهيري، تخصص علم الاجتماع، تخصص الشبكات الاجتماعية، أيضا يكون عنده مبادئ في information system. فهذه يعني أو نظم المعلومات حتى تساعد على فهم المنتج الجديد. اسمح لي دكتور عبد الله، أنتم اليوم في الإعلام الرقمي سميتوا الإعلام والاتصال. نعم. أفردتوا اتصال لحاله. نعم. إحنا كمتابعين أو إعلاميين مهنيين بعيدا عن التخصص ما نرى هناك فرق بين الإعلام والاتصال. هو هناك سجال طويل بخصوص مسميات ومصطلحات. أيه. الإعلام، ولكن أنا بالنسبة لي أفضل نقول الإعلام المعاصر. لأنه الإعلام الجديد ناس يفضلون يستخدم الإعلام الجديد. الإعلام الجديد ما هو إعلام جديد اليوم سيكون قديم غدا. صح. كان يوم من أيام تلفزيون شيء جديد وأصبح قديم، فلذلك أفضل المعاصر، فهو يربط الفترة الزمنية. مثلا إذا جينا نتكلم عن الفترة حاليا نشير الإعلام المعاصر ونشير التاريخ محددة. لأنه الإعلام الجديد لأنه دائما الآن لاحظ في أقسام قسم الإعلام الجديد، أعتقد هذا خاطئ، لأنه الإعلام الجديد وضح لي إيش تعريفه المحدد، عائم شوي. هل الجديد المحتوى ولا المحتوى الوسيلة؟ نعم. هو طبعا المحتوى يتغير ويسار، ولكن نبغى نأكد عليه ونشدد عليه أنه الإعلام الحالي أو الإعلام معقد قليلا ولكنه واعد. أتوقع الأستاذ محمد أشار الجزئية أنه صار فيه المحتوى نفسه ولكن الوسيلة تغيرت. الوسيلة أيضا صارت يعني معقدة، ليست بسيطة بذات السهولة، ولكن أيضا سهلت على العاملين في دور النشر عملية إيصال المعلومات، إيصال الأخبار. فمثلا يا أستاذ محمد، في السابق إذا كان في خبر لتوقيع مؤلف كتابة في المعرض اللي نعيش اليوم أجواء احتفالية، فكان قليل جدا حضور القراء والناس. صح. والجماهير. الآن صار سهل جدا لأنه صار في وسيلة مباشرة لهم. أيضا صار في، حتى لو صار في تغيير الموعد تستطيع أن تغيره. في السابق إذا أنت قلت سيكون المؤلف الفلاني يوقع في اليوم الفلاني، خلاص ممكن تغير هذا في بينه ولحظة بعشرة ضحاها تتغير موعد. فطبعا الآن إحنا نحتاج إلى أن نواكب هذه التقنية تسارعها من خلال تقنيات جديدة ومعرفية جديدة. مثلا الآن بالنسبة للإعلام اللي أنا أدرسه وتخصصت فيه، في الآن تخصصات جديدة متفرعة من الإعلام. في الآن تخصص اسمه الهاكروبا. هذا الهاكروبا هذا صحفي يكون عنده خلفية تقنية. كان في كان ألقى محاضرة، عفوا حديث الشعب، ولكن بالعكس تفضل مستمتعين. في كان مخرج عظيم اسمه جرين جراس، مخرج فيلم كابتن فيليبس، جانا ألقى محاضرة الجامعة، كانت محاضرته جميلة. كان يقول في السابق الصحفي كان مطالب أنه يكتب على الورق خبر. صح. لاحقا صار مطالب أنه يكتب بالكمبيوتر. حاليا يقول أطالب أنا الصحفي أنه يكون يجيد التقاط الصور بالفيديو. الآن الصحفي الذي لا يجيد التعامل مع الكاميرا يفتقر إلى مقومة صحفي الحديث. لأنه لابد أن الآن المادة ليست فقط ليس بصرية ومتحركة، وليست صحيح. فوت. بالذات في الصور، يعني كثير يمكن الزملائي يشاركون نفس القضية. الصورة اليوم صارت تتكلم. نعم. صارت تتحدث. أنا لذلك أبغى أنقل الحديث للأستاذ عبد الرحمن. يعني أنتم تقعون في زاوية تحدياتها مليئة جدا فيما يتعلق بنشر المحتوى الرقمي. أنتم كشركة مهتمة بهذا المجال، يعني صحيح أنكم سبقتوا الزمن، وبرجع للأستاذ محمد بعد شوي في التحديات اللي ما بين الإعلام التقليدي والجديد، لكن أنتم كيف تترجمون هذا المحتوى الهائل في مواقع التواصل الاجتماعي إلى مواد ثقافية ترقى إلى الناس تشوفها ويصير فيه جمهور وتداولها؟ أول شيء أنا ببدأ حقيقة مما أنت دكتور، أنا في ظني معرض الكتاب اليوم قناعة رواد شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات الرقمية أن صدى المدينة في الأرض يشمل قارة في الشبكات التواصل الاجتماعي.
فبالتالي معرض الرياض الدولي اليوم هو من أكثر معارض الكتب على مستوى العالم وعلى مستوى العربي تحديدا إقبالا ككم، لكنه لا يرى حقيقة ما نرى اللمسة الواضحة على مستوى شبكات التواصل ككيف. الشخصية العربية شخصية فضولية، ليست شخصية اطلاعية، وهذا الفرق بين الشخصية العربية والشخصية الأوروبية. لدينا فضول، نستطيع أن نكتسح كل شيء بالأرقام، لكن ضعيفين جدا في 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 التوصل إلى كيف. وهذه صح. حقيقة هي المشكلة الأساسية في شبكات التواصل الاجتماعي ما بين في عملية نشر المحتوى. احنا راح نقسم الحديث حقيقة وجهة نظر إلى ثلاث أقسام. أولا المؤلف اللي هو من يصدر المعلومة أو المعرفة. نعم. ثانيا المتلقي اللي هو الجمهور، وما بينهما الناشر. وهذه ثلاث حلقات يجب أن تكون متكاملة ولا تستغني أي حلقة عن الأخرى. إذا استغنى حقيقة المؤلفين وصاروا متخصصين، يمكن الأستاذ محمد يتمنى أن يرى المؤلفين العرب المقبلين على التأليف بالكيف والكم أن يتقمصوا شخصية المؤلف الحقيقية من خلال حسابات التواصل الاجتماعي. صحيح. لكن المؤلف لا يتذكر أنه مؤلف إلا عند حضور معرض الكتاب مثالا لذلك. صح. بتسويق ما نشر أو ما كتبوا على صفحات الورق. اليوم الشخصية العربية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ما أصبحت شخصية تتلقى وتقرأ، أصبحت شخصية تنقد، تطور مستوى حس النقد سواء بالإيجاب أو بالسلب. المهم أنها شخصية أصبحت ترى أن لديها القدرة على النقد سواء كان صحيح. هذا النقد صحيح أو سلبي، وبالتالي هذا النقد من المفترض أن يحسن مستوى الحرص عند المؤلفين أولا، ثانيا مستوى التنوع عند الناشرين، ثالثا مستوى الاهتمام عند المتلقي. ذكر الأستاذ الدكتور عبد الله التدرجات الأربعة للصحفي الحقيقي بحسب المقولة اللي نسبها إلى من ذكر. أنا أقول اليوم أنت ذكرت أن الصحفي كان يكتب، أصبح يكتب على الكمبيوتر، الآن الصحفي الناجح من يلتقط الصورة. أنا أقول الصحفي الناجح اليوم من يستطيع أن يصيغ الخبر من الجمهور، أصبح الجمهور اليوم ينقل الخبر، أصبحت المهمة في كيفية نشر الخبر من الجمهور، في تلقي الخبر من الجمهور، في صياغة هذا المحتوى من الجمهور. المشكلة اللي نعاني فيها حقيقة، أنا سأتحدث في البداية عن الصعوبات والتحديات، أن المؤلفين والناشرين لا زالوا حقيقة مع احترامي للجميع الغالبية، يمكن أستاذ محمد يعانون من هذا وبفكر الجديد يحاولون أن يغيرون هذا الشيء، يهجمون على الغزال المتلقي القارئ. هذا الغزال نهشه النمر ونهشه الأسد ونهشه الفهد. اليوم المتلقي يفترض أن يشارك في عملية التدوير التأليفية، تستطيع أن تشرك المؤلف أو القارئ في صناعة الكتاب، في صناعة المحتوى، في نشر المحتوى، في تسويق المحتوى كذلك. هذه العملية التي لا زالت عند المؤلف أني أنا أكتب ليقرأ الناس يجب أن تنتهي، لأن الشواهد موجودة والكلمات. اليوم الشخصية العربية كانت تمر عليه في عام 2006 في اليوم تقريبا من يقرأ في اليوم المتوسط 3000 كلمة، اليوم يقرأ أكثر من 66,000 كلمة، مستوى القراءة ارتفع. لكن اللي هو الفرق في عملية تصنيف المحتوى ونشر المحتوى، نوعية القراءة، نوعية النص المكتوب. وبالتالي أيضا على المؤلفين أن يعرفوا. أنا أشكر أستاذ عبد الله الدكتور على كتاب كخة يا بابا، كتاب صغير ولطيف، أنا قريته على طول حطيته في الرف قدام. على المؤلفين أن يعرفوا أن نوعية الحشو أو الكتابة المتزايدة حول موضوع معين أصبحت لا تشد المتلقي، مستهلكة يعني، أصبحت اليوم ما تشد القارئ. الدراسات العلمية تقول أنه بعد 10 سنوات من الآن إذا استمرت شبكات التواصل الاجتماعي على هذا النوعية لا يمكن لشخص أن يقرأ صفحتين في اليوم الواحد متتالية في موضوع واحد. يا ساتر، يعني اللياقة عندنا بتتراجع، لكنها عندها قدرة على التنقل والتنوع والتقاط المعلومات ككلمة. طيب أنا بس هذا تحدي كبير يا أستاذ محمد، إحنا وين رايحين في النشر؟ أنت مدير نشر في العبك، هل النشر أكبر أهم الناشرين في المملكة العربية السعودية، إلى وين رايحين؟ بس أعقب على تفضل. هي القراءة لن تتراجع، لكن القارئ سوف يكون قنوات الاختيار عنده متعددة. التحدي أكبر يعني أنا في رأيي أن القارئ سوف يزيد، مستوى القراءة سوف يرتفع، لكن نوعية القراءة سوف تتغير. الاختيارات أمام القارئ أوسع وأشمل، مهم على المؤلف ومهم على الناشر أن يواكب هذا التنوع.
ولا سوف يكون خارج السر. هذا أولا. ثانيا حضرنا ندوة قبل يومين عن النشر الإلكتروني القادم. أي. فجوجل عاملة كلاود كلاود بوك بيطلقونه بعد 3 شهور. كان من ضمن المشاكل والعوائق اللي تجينا في النشر انك انت تنتج كتاب على بلاتفورم معين، البلاتفورم الاخرى ما تقبله، يعني امازون ما يقبل جوجل، جوجل ما يقبل امازون، امازون ما يقبل انجرام، انجرام ما يقبل كوبو. الان جوجل بتحل المشكله دي كلها، انت بترفع كتاب، ترفع كتاب مره واحده على السحابه وهم مسؤولين يحطون على كل الديفايس حسب البرمجه عندك. إيه؟ تسوي هم يعني تقنيا هم مسؤولين عنه في الداونلود فقط ولا في الشراء؟ في كل شيء هم سوف يديرون المنتج. انت مسؤول انك تنتج المحتوى وهم مسؤولين يسوقون على كل الديفايس المختلف. معناته ان عندنا حركه تغير سريعه جدا. وغايه الذكاء في النشر لأن فيها ريفينيو عالي، لأنه فيها عائد مالي عالي، فهو يفكر بشكل متسارع، وإذا لم يفكر هو سوف يأتي شركة أخرى تفكر نيابة عنه. واقع النشر اليوم يتغير تغير. أنا أعمل في الكتب من 25 سنة، ما أراه في السنتين الماضيتين من الآن وسنتين وراء أعتقد أنه يعادل ما تطور خلال 25 سنة. تطور نشر ولا قراء؟ إحنا نخاف النوعين. ما عندنا قراء. النوعين تغير المحتوى وتغيرت وسائل نقل المحتوى. أنك كنت عندك نوعين، عندك المحتوى وعندك وسائل النقل. صحيح. المحتوى تغير وسائل النقل تغير. لم يعد يجب أن ينزل المؤلف من برجه العاجي.